بسم الله الرحمن الرحيم. اخوان هذا تين القرية من الاصناف المميزة وما عرفنا اسمه فسميناه بالتين القرية. شوفوا الغزالة بالانتاج حاليا، يعني اليوم اعتقد 12-11 هاي الانتاجية مالته مثل ما تلاحظون. طبعا هسه يقولون كله يوقع، لا اخوان هذا بشهر الواحد راح ينضج وراح اصوره لكم وتاكل من عده. البطن مالته تكون بالشتاء خصوصا بشهر الواحد وتصير سماقي، وبالصيف تكون الداخل عسلي. هاي من المفارقات بهذا الصنف مالتين، يعني شوفوا حتى هذا كله راح ينضج زي ما تلاحظون شكله على شكل يعني يشبه التين النابوليتانية والتين المغربي الغدان كتصميم، اما كلون لا، اللون القشر مالته اصفر وبالشتاء يميل على الصفار بس هو اخضر. طبعا ينضج نضوج تام بشهر الواحد، وراح اصور لكم ان شاء الله بشهر الواحد وراح تشوفونه من الاصناف المميزه والاصناف الراقيه وقوي جدا رغم زرعناه في هاي القاع. يعني طبعا قاع مصورها قبل فتره، قاع عشان الصبخه بس عالجناها بمعالجه الملوحه والهيوميك واضافه الرمل النهري، بس مع ذلك يعني ما نقدر نقول عليها ارض خصبه مثل ما ارض خصبه وتزرع بها الشجره بدون اي معالجه. كاثرنا منها هاي السنه جدا محدود، يعني هي فقط هاي الامايه عندي ما عندي غيرها، فقط هاي الامايه. ان شاء الله على الموسم راح اقص منها اقلام وكاثر، هم تطلع لك اعداد كلش محدوده، يعني ما راح ننتج الا سنوات. تحياتي وسلامي للجميع.